أشادت الممثلة السورية سلمى المصري بأداء الفنانة ديما بياعة بمسلسل صبايا الجزء السادس، وبأنه هي موهوبة ومجتهدة بالتمثيل وبتمتلك جمهور كبير وعندها معجبون كتار، وأنه بتحب عملها كتير ومتفائلة أثناء التصوير، معربة عن سعادتها لعودة الأخيرة إلى الساحة الفنية وبتتمنى رؤيتها بأعمال دراما وكوميديا. وأفصحت المصري أن مسلسل الفصول الأربعة لن يتكرر مرتين، ووجه رسالة هاتفي إلى الجمهور عن المعنى الحقيقي للعائلة. كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لأول مرة عن حفلتها مع عاصي الحلاني وذلك بمدينة العلا وموعدها الشهر المقبل، قائلة أنه هي بتحب أنه يقترن اسمها باسم الحلاني بسبب حسن سيرته وحب الجمهور لإله. لا يرد علي عاصي ويقلا أنت عنوان للأصالة. وعبرت نجوى عن سعادتها بحفلتها بالسعودية مشيدة بالتطورات اللي عم تشهدها المملكة العربية السعودية، قائلة أحلى بلد اتطور بأسرع من سرعة الضوء، متمنية أنه تضل السعودية حاضنة لجميع أصوات الفنانين العرب. أطلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي على الجمهور مختارة هيدي المرة اللون الأبيض للسيطرة على إطلالتها البالغة الأناقة، وارتدت وهبة توب ضيقة باللون الأبيض موصولة بكاب باللون الأبيض أيضاً طويل ومزين بنقشات باللونين الذهبي والفضي، ونسقت معه سروال ضيق أيضاً باللون الأبيض ونسقت معه حذاء باللون البيج، واعتمدت هيفا مكياج ناعم كتير وتركت شعرها الطويل منسدل على كتفها. وكانت هيفا قد كشفت عن البوستر الترويجي لفيلم رمسيس باريس واللي تم تصويره بالعاصمة الفرنسية، وعلقت هيفا على البوستر كاتبة لما الكوميديا والفانتازيا ياخدوك لعالم تاني. أشادت الممثلة المصرية ياسمين صبري بمسلسل الكبير قوي مؤكدة أنه أفضل مسلسل عم يعرض حالياً وأنه ممتع للغاية، وكتبت ياسمين عبر حسابها الخاص الكبير ده أجمل حاجة بتتعرض في رمضان، إيه الضحك ده؟ إيه اللزازة دي؟ وقد تألقت ياسمين صبري بعدة إطلالات وفساتين بالإعلان الرمضاني اللي شاركت فيه إلى جانب الممثل المصري أحمد عز، وشاركت صور مع متابعيها وهي مرتدية فستان باللون البنفسجي. صدر الفنان المصري محمد فؤاد ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن الإعلان الدعائي لإله، وظهر فؤاد بالدعاية وكأنه أصغر بحوالي 20 عام ونحيف للغاية، مع أنه ظهر منذ فترة بسيطة مع الممثل المصري رامز جلال ببرنامجه كما تعودنا عليه، وأثارت الصورة حالة من الجدل الواسع حيث أكد البعض أنه خضعت لبرنامج التعديل الفوتوشوب أو فلاتر التجميل، أما البعض الآخر فأكد أنه ظهوره بهذا الشكل هو بسبب فقدانه الكبير للوزن الزائد.